السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة كده طريفة قريتها وحبيت أحكيها لكم عن نجم من نجوم الفن زمان حصل معاه موقف في ليلة رأس السنة. نجوم الفن زمان كانوا بيحبوا يتجمعوا ويحتفلوا بليلة رأس السنة، وكل واحد كانت ليه طقوس معينة. قصتنا النهاردة عن الفنان محسن سرحان. تخيلوا، نام في القاهرة، صحي من النوم لقى نفسه في دمنهور. يا ترى ده حصل ازاي وايه القصة؟ تعالوا مع بعض نشوف. أعرف الحكاية دي بقى من محسن بيه في حوار أجراه الفنان محسن سرحان مع إحدى الصحف زمان سنة 1954، بيقول فيه إن هو حصل له موقف لا يمكن ينساه طول حياته. في ليلة من الليالي، كانت ليلة رأس السنة بالتحديد، قرر إن هو يسهر في أحد الملاهي الليلية، وبيقول وبيعترف إنه شرب كتير قوي في الليلة دي لدرجة إنه كان غاب عن عقله، مش عارف هو كان فين ولا بيعمل إيه. مجرد ما فاق كان الظهر بتاع تاني يوم، لقى نفسه نايم على سرير في غرفة متواضعة، بقى يبص حواليه ويقول أنا فين، يعني لغاية لما كده بدأ يجمع أفكاره وعرف إن هو موجود في فندق متواضع كده بسيط. طب أنا جيت هنا إزاي؟ ففضل ينادي علشان حد يرد عليه، فجاله راجل عجوز كده أرماني وقال له صباح الخير حضرتك، أنت دلوقتي كويس؟ فمحسن استغرب فبيقول له أنا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ قال له انت في دمنهور. جيت هنا ازاي؟ حضرتك جيت في تاكس في الفجر ودفعت للتاكسي ده 4 جنيه وحجزت غرفة عندي ونمت فيها لحد دلوقتي. طب انا ايه اللي جابني دمنهور وازاي؟ فقال للراجل طيب اتفضل انت، وقعد هو يفكر ويحاول يفتكر ايه اللي حصل بالظبط، برضو ما كانش فاكر ايه اللي حصل. قعد يفكر كتير لغاية لما فجأة كده عقله هداه لحاجة. افتكر ان هو كان بيحب بنت من 10 سنين، بنت دي كانت عايشة في القاهرة، والدها فجأة قرر ان هو يعيش في دمنهور واخد كل اسرته معاه. فتقريبا كده عقله الباطن بعد ما سكر وشرب كتير خلاه يحن للبنت دي، فقرر ان هو يروح لها دمنهور دون ان يشعر، يعني من غير ما يحس. مفيش اي تفسير تاني لوجوده في دمنهور الا هو ده. ومن بعد الليلة دي أو الموقف ده قرر محسن سرحان إن هو يقلع عن الشرب نهائيا، بيقول ما شربتش تاني من بعدها. فسبحان الله الذي هداه. دي قصة من قصص الفنانين زمان أو المواقف الطريفة اللي حصلت لهم. لو عجبتك القصة اكتب لي في التعليقات، هعمل لكم جزء تاني إن شاء الله، أكتر من موقف حصل في ليلة رأس السنة مع أكتر من فنان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.